مع قرب موعد حلول عيد الأضحى المبارك، الجميع يسأل الوصول للمواشي لتقديم واجب الأضحية، سعيا للحصول على الأجر من جهة وإدخال السعادة لمن هم بالمنزل من جهة أخرى. ولكن ما خفي خلف الكواليس أعظم بكثير، فالحقيقة التي يدركها الجميع أن الماشية متوفرة بالسوق، ولكن كيف تصل؟ وما هي الصعوبات التي تواجه الباعة قبيل وصول الماشية إلى السوق؟ حقيقة أخرى لها من يرويها. الظروف الاقتصادية الصعبة قصة أخرى وجدت البيئة المناسبة لتغير من الآلية المتبعة في شراء الأضحية في السابق، فعوضا عن بيئها من أقرب سوق للمنزل لم يعد ضربا من المستحيل قطع المسافات حتى خارج حدود العاصمة للحصول عليها بثمن مناسب وفي المتناول. ضرورة ملحة فرضت نفسها بأرض الواقع. باختلاف الظروف والمعوقات العديدة، كل عيد عيد، كل عام وأنتم بألف خير. جسم الإنسان بدوره 49 جرام حنلهم فقط في اليوم، وكان أكلنا زيادة الجلد ما بكربه، ده خسارة ندفقه، عشان كده خلينا ما باكله كتير. وفي اللحم عندنا البروتين، زي ما قلت البروتين عنده أزوت، والأزوت ما بقود في جلد طوال زول بيفاكيه. ثم ثانيا الشيء المهم ده المرارة ذاتها في جسم حن الحيوان ده عنده بكتيريات كتار، عشان الحيوان نقوله رومينا البكتيري بس يسبب لهم الديجستيون، وده كان إنسان أكل المرارة ني يمكن يسيء له أمراض، عشان ده خليه يفوروا أديل. وثم ثالثا في الأكل ذاته في الشحوم، الشحم ده ما أديل للإنسان، عشان حس نهجوا في الكوليسترول، نهجوا في التنسيون الارتيريال، نهجوا في الملادي كارديو فاسكولار، حنا القلب ده كله كي الشحم ده بيسيء، عشان ده نقولوا أكلنا الشحم ده لازل كبير ما عادل خليه ينقصه. وكمان في إيد ده عندنا سكريات، مش الكاك ومش السكريري وكاو حاجات بشربه ده كل سكر ده خليه ما يستعمله زيادة، عشان السكر ذاته يسبب الديابيت.